اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشره من امن لاجو اقليم الرشيديه. وصرخت ساكنه قصر ايت بويزم بسبب اعتداء ديال جارهم عليهم، واللي كيقول بان جارنا سد علينا الطريق ومكرفس علينا، والثمن ولادهم ما بقاوش كيديوهم للسبيطار. غادي نخليكم اكيد متابعي قناه شوف تيفي مع ساكنه قصر ايت بويزم، وغادي تسمعوا من عندهم مجموعه من المعطيات اللي هي في الحقيقة خطيرة وخطيرة جدا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله سي الأستاذ. كيداير بخير؟ الله يجزيك بخير، الله يرحم الوالدين، الله ينصر الملك ديالنا محمد السادس. الله الوطن، الله الوطن، عاش الملك محمد السادس، عاش الملك محمد السادس، عاش الملك محمد السادس. هاد الناس الله يجزيك بخير، ثلاثة هاد العسكرية كرفسوا علينا، كيتعداو على ولادنا، كرفسونا على الطريق وما عندناش فين غندخلو العلف البهائم، ما عندنا فين غنخرجوا المعيشه ديالنا نديوها للسوق، كنديو ولادنا للبراود للسبيطار الى مرضوا. الله يجزيك بخير، هاد الناس كيتخلوا الحديد بالجهيات ومنعوا علينا الطريق. الله يجزيك بخير. ما عندكمش طريق؟ ما كانش جهه معدبه كتقول شي واحد دور عندي يقول لك اعطيني 4000 ريال ندور عندكم. واش 4000 ريال عندي؟ واش 4000 ريال عندي باش غنعيش ولادي باش نعيش باش نعطي لهم الحديد يدور لي في طريق بيضاء؟ الله يجزيكم بخير اللي داخل الوطن خارج الوطن يشوفوا فينا هاد الحاله. لا اله الا الله محمد رسول الله، عاش الملك محمد السادس، عاش الملك محمد السادس. هاد البلاصه فيه كيقولوا ليه قصر ايت بويزم ابن لاجو، قصر ايت بويزم لحيتي فراتين. استعمرونا هاد الناس الله يجزيك بخير، ثلاثه العسكريه استعمرونا، كيقولونا غير رحاله، قالوها في المحكمه بيدهم فمهم، قالوا راه هادو غير الرحاله. واش الرحاله ماشي ديال الملك؟ كلشي ديال الملك، معوق ديال الملك، اللي كيتمشى ديال الملك، السراح ديال الملك. عاش الملك محمد السادس، الله الوطن، الله الوطن. كنموتوا على الملك، كنحبوا، كنطلب من المسؤولين الكبار يشوفون هاد الحاله، كنطلب من المسؤولين ديال الرشيديه يشوفوا هاد الحل، يحلونا الطريق. احنا كنطلبوا غير الطريق، واش الطريق فيه عيب؟ الا كتطلب الطريق فيه عيب، راه مكرفسين، راه ما عايشينش، راه بحال الا ساكنين في تندوف. كتبغي تجيب الرمله خصك تجيبها بالخناشي، كتبغي تجيب العلف تجيبوه بظهرك. درنا الفيديوهات، درنا التصاور، درنا العليل، ما كاين غير انا بكيت شويه نبكي على محمد السادس. لا اله الا الله محمد رسول الله، عاش الملك. كنطلب من المسؤولين يشوفون هذا الحل. الله يجزيك بخير السي الاستاذ. قلت لي بانكم تهدوا الوليدات ديالكم بالبرويطه. كنهزوهم بالبرويطه، هاد السيد نيت كان تمو غادير العمليه على المراره وحبسونا لابيلانس في هاد الطريق. سولوا حال عسو سمو لابيلانس يقول لكم صحيح، راه عندنا الشهود قالوا ليه منوع تخرج خليها تموت تم. اسرع لقطه صلاه مولاي علي الشريف دارت العمليه. الله يرحم والديك. راه منوع على بيلانس، منوع على الطوموبيل تدخل وكيدخلوا داك الشيء غير بالوجهيات. راه دارت الفيديوهات، درت التصاور، ما خليت ما دلت. راه خاصنا غير نشنقوا راسنا، نحيدوا من هذه القناه الا ما كاينش المسؤولين اللي غيفكونا. الله يرحم والديك. الله يجزيكم بخير. يا المسؤولين اللي داخل الوطن خارج الوطن، الله يجزيكم بخير، شوفوا هذا الحل. الا كنطلبوا شي حاجه بلا طريق اعطيونا الحبس والاعدام، اعدمونا، اعدمونا. الله يجزيكم بخير، الا ما عندناش الحق في الطريق. الله يجزيك بخير. هذا سي لوسان دخلتوا للقضاء؟ ما خلينا ما درنا، جا الرئيس المحكمه ابتدائي تال هنا ضرب بالرجل وهزت بهاد البلاصه، قال له علاش كتحبس هاد الناس؟ قال له كلشي كيدوز، الطريق العمومي غير هاد ثلاثه الناس ما يدوزوش. قالها الرئيس المحكمه ديال ابتدائي فمو القومه حابني يدير، قالها الرئيس المحكمه. وكاين شهود كيشولهم، كيشولهم هنا سي الرئيس ديال المحكمه الله يجزيه بخير، كيقول له كلشي كيدوز، كلشي كيدوز. درنا الفيديوهات، درنا المسائل، كندير الشكايه الله يجزيك بخير ما كترجعش، كنجيب الشكايه من المحكمه من عند سي وكيل الملك الله يجزيه بخير، كنديها للجندار كنسول عليه تنعيا يقول لك راه خرجت براعه. الله يجزيك بخير. شحال ديال الساكنين؟ بلا ما تحسب البقعات، بلا ما تحسب الديور، بلا ما تحسب، راك مكرفسين مساكين، كلهم غير كلهم غير دراوش. شكون 20 دار هنا بعدا ولا شكون شي 37 دار بلا البقعات هنا؟ الله يجزيك بخير. راه غتشوف لها تجي شحال من دار، ها واحد الدار غطيح على الناس راه داروا الخيمه، سمحوا في الدار. علاش؟ ما كاينش فين غتخلي كاميو يجيبوا الرمله، ما كاينش فين غيعيش بيع على الجن على الجن. شوف الديور ديالنا واش من فيهم المرتب بحال ديال الناس؟
راه الشلة هذه لقت الشهادي لقت العذاب هذه لقت البرد راه كتغطي ولادك واخا غطيتيهم بالمنية ديال المغرب كامل. الله يجزيكم بخير. كنطلبوا غير هذا الطريق، ما عندنا شي مشكل، عايشين في القناة ديال محمد السادس الحمد لله، احنا الخدامة والسراحة، عايش الملك محمد السادس كنبكيو عليه. الله يجزيك بخير، يحل لنا غير هذا الطريق، حنا كنبكيو غير على الطريق. الله يرحم والديك. عطيونا الطريق الله يجزيك بخير. يعني دابا هاد الجار يعني سدها لكم غير هكا. وبالعاني كيخلي الناس كيدوزو كيحسوك انت، قال لك انا ضدك. انا عندي باش غنطحنك. الله يجزيك بخير. الله يجزيك بخير، هاد الشيء خصو يشوفوا فينا ولا يقتلونا. راه كنطلب من المسؤولين الكبار خارج الوطن داخل الوطن يشوفوا هاد الحي ديال تيفراتين قصرايت بويزم بيروتا من لاكو دايره تقول مي ما عملت الرشيديه. هاد الحي راه بحال ساكنين في تندور. الله يجزيك بخير. الله يكبر بكم. هاد السيد راه مسكين ما كيشوفش، راه كيمشي حتى يدخل كيمشي حتى يدخل في الحجر. الله يرحم والدينا. ها هو الميكرو. قول اي هضر. هضر هضر عمي. هضر 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 هو هضر. ها الميكرو حداك. ما ما يهضر ما ما يساوي. ساول هدي غير ساول. سول على الميكروفون داتاش. غير ساول هدي. غير ساول. ساول. راه من 12/2014 احنا مسجونين. الله يجزيكم بخير. ما باقيين حنا في الحياة، جوج طرقان مقطوعين. إوا غير سيول سيول. 8 سنين هذي. إوا سيول سيول. إوا غير سيول هذي. ها؟ غير سيول هذي. مالي مالي سيول سيول. ها الميكرو حداك ها الميكرو حداك ها الميكرو حداك ها الميكرو اهضر. راه حنا مسجونين من 12/2014. فاش بدات الدعوة وما بغاش تنتهى وزنا في النقب وباقية مكرفسين. اش كتطلبوا دابا عمي؟ لابد يدوزوا الطرقان وما بغاوش يدوزوا غير بالكذوب. علاش ما يتريه هنا شدا بريد هنا شدا بريد يتريه هاد الشيء. ابريد 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 طرقان. يعني كيف ما كتشوفوا متابعي قناه الشعب، يعني مكفوف اللي ما كيشوفش واللي كيقول فقط انه بغاو غير الطريق، بغاو غير الطرقان. عندهم جوج طرق متابعي قناه شوف تي في، واللي كيقولوا بان جارهم سد عليهم هذا الطريق، كيحلوا في وليداتهم الى مرضوا، كيحلوا في النساء ديالهم الى بغاو يخرجوا. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم المغلوب ما بغاش يسكت باش ينفذ. كان نفذ يدير المعارضه. علاش كطلبوا غير الطريق؟ غير الطريق اللي كنطلبوا. غير سيول غير سيول غير سيول. ما سيول خصافي سيول يا عمي محمد. ما كتصافي سيول ما يجيش لا يكون في العوان شنو غسول السمازيغ. غسول السمازيغ. ابريد ابريد الله يرحم والدينا. ابريد بغيتو غير الطريق والو الطريق ومقطوع على الطريق بالرمل ورد الكرفيس. وما بغاوش يدوزوا. ما بغاو وهما تيدوزوا. علاش؟ هما كيدوزوا انتم لا؟ لا ما كندوزوا. احنا ما بقينا في الحياة. ما عندناش الحياة. شوف تهضر في العيلة. شوف دير من عندهاش البنت عافاك باش تبدا. ابريد 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 شنو بغيت؟ بغيت قولي ماني نزيد نسكا الرمده، ولي ماني نزيد نسكا شاي، ولي بيو بريد زان سوار غير بوبريد، ولي ماني نزيد نسكا مقرر نبنو مقرر شحال المساكنين كاع مقرر ندير نزري، ولي ماني نزيد نسكا، ولي ماني نزيد نسكا الرمده، ولي ماني نزيد نسكا السيما مقرر كاع خشا، ولي ماني نكاس بريد يبيا بريد مقرر كاع خشا، مقرر لما ديال خشا مقرر يعرق بريد، ولي بينا غا بريد. عايشة مالك. عايشة مالك. عايشة مالك. يعني كيف ما سمعتوا متابعي قناة الشعب الصرخة ديال هاد الساكنة اللي كتقول بأنهم ما عندهمش الطريق، فقط كيقولوا الله الوطن الملك، كيطلبوا فقط غير الطريق اللي هي مسدودة، واللي كيقولوا بأن الجار نتاعهم تكرفس عليهم وما خلاهمش يدوزوا، يعني كيدوزوا سيارات فقط غير ديالهم أو بالوجهيات، على حد القول نتاعهم متابعي قناة الشعب. لا لتمييز ولا للحقرة، ساكنة كطلب في حقها، وهذا ما قالت يعني ساكنة قصر أيت بويزم. شكون اللي غادي؟ الله الوطن الملك. السلام عليكم. انا قدمك اسيدي ها الدار ديالي، هذه الدار جبتو غير بالحمار، غير بالحمار والبغلا والبرقوطه باش كنجيب السيما ونجيب ها الدار ديالي. هذه 4 سنين باقي ما كملات، خصني الرمله، خصني باش نجيب السلعه. الله يجزيك بخير اللي كنقدم لكم دابا. الله ينصر الملك يشوف لنا شي حل. ها الطريق حنا راه محبوسين هنا،
بحال اللي ما عندناش الحياه حنا، ميتين حنا ميتين. الله يجزيك بخير. المهم الطريق هاد الدار عندي شي 4 سنين هذه باقي ما تكملات. ماشي مدرسه هنا عندكم شي حاجه؟ ما عندناش المدرسه، المدرسه بعيده. فين كاينه المدرسه؟ المدرسه كاينه في سليمان. وليداتكم فين كيقرا؟ كيمشيو تما. كاين ترونسبور كيدخل لهم؟ لا لا ما كانش، كاين شي واحد يشديهم. الصغار غير الرجل باش كيمشي. على الكيلومتر. غيكون شي 4 كيلومتر ولا 5 كيلومتر. اه الله يجزيك بخير. المهم احنا راه مكرسين كنطلبوا غير طريق. الله ينصر الملك. عيش الملك. الله الوطن. عيش الملك. الله ينصرو. لا حول ولا قوة إلا بالله. متابعي قناة شوف تي في واللي سمعتو كيف ما كتسمعوا كيقولوا باللي حتى الوليدات نتاعهم كيدوهم 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر على رجليهم باش أنهم يقراو. لا مدرسة عندهم هنا لا طريق وكذلك، وهذه هي الصرخة نتاعهم متابعي قناة الشعب، فلا حول لهم ولا قوة. والنداء نتاعهم اللي كيقولوا بأنهم يجب التدخل من جميع المسؤولين، سواء هما كيقولوا بأنهم سواء داخل الوطن وخارج الوطن، أنهم يتعاونوا مع هذه السكينة. نخليو لك اخر كلمه. سي لوستاد الله يجزيك بخير. كنطلبوا الله الوطن الملك ديالنا، وكنطلب غير الطريق. حنا محروفين في الطريق، محرومين من الطريق الله يجزيك بخير. واخا بغيتي تعاون الدوله، بغيتي تعاون محمد السادس بالفرحه، كنموتوا على الملك، ما عندك باش غتخدم، سدوا عليك الطرقان. المشكل ديالنا هو الطرقان. واخا بغيتي تمتع تخدم تعاون المسؤولين، ما عندك باش تخدم، كلشي مسدود عليك. تجيب الرمله باش تخدم والو، تجيب الكاميو والو، خصك تجيب من السوق وتخوي في الطريق وتهز الدار ديالك. وكا يقولوا لنا زيدوا الحميرين، حنا الحميرين. عاش الملك محمد السادس. المسؤول فين ما كنتي خصك تشوف هذا الحل. الله يجزيك بخير. واخا في الانتخابات انتوما كتصوتوا ياك؟ كنصوتوا، ما كان اللي غتولفك. كتصوتوا في هذه الجنة؟ والو ما خلينا، ما درنا، كنصوتوا. كان هذا العام اللي جاي ما كنصوتوش. سمي كنعرف ذاك القالب ديال المواطنين، غير بغيتو يشوفوا الحل ديالو وما يشوفونيش انا، ما يشوفونيش. اللي بغيت نعرف يعني لا ما كيشوفنيش انا، واخا كنصوتوا عليه، ولكن هذا العام اللي جاي ما كنصوتوش عليه. واش المنتخبين دخلوا عندكم لهنا باش تصوتوا؟ لا إيه، إلا بغيت الورق ديالو. كيشوفوا غير مصلحتهم، هما كيشوفوا غير مصلحتهم. صوتنا عليهم قال لك غادي ندير لكم، غادي نفعل لكم، حتى تصوت حتى تنجح عطانا مور الظهر. يعني صوتوا عليهم؟ صوتنا عليهم. الا ما كناش كنوصي ولادنا كنصوتوا عليهم، المراه العيال كنصوتوا عليهم. الا ما كناش حنا ما كنكون، حنا كنمشيو كنسافروا، ما كان ما عندناش معيشه، ما عندناش باش نعيشوا. الا ما مشيتي تسافر تهاجر 3 شهور كتجي السيمانه تشوف ولادك وتمشي. ها الديور غيطيحونا على ولادنا، ما عندناش باش غنصلحوهم. ها داك الشيء كنطلب، كنطلب غير الطريق. الله الملك. عيش الملك. يعني كيف ما سمعتوا متابعي قناه الشباب، حتى من يعني من المنتخبين اللي كيصوتوا عليهم، لكن كيقولوا بانهم كيصوتوا فقط، وحتى واحد انهم ما زارهم ولا شافهم فقط غير يعني في الانتخابات. وغادي نخليكم ايضا متابعي قناه الشعب مع امراه يعني من الساكنه ديال كسر اي. غادي نصر ربي الملك الناس سيلينا بريت العواري، يحيو المساكين، يعتق المساكين، يا زنز نتل التعاونيات، ويت غاتخبين غير في نغاره بريد تحشمن غاتبين تغفنا. غادي نصر ربي الملك، غادي زايد ربي الخير نتي زايده سي العمر، غاتبين غير في نغابريد، هات عسكرين يتقان داختيني كوني لاق العسكر، كوني رحال يتقان، هاتي الناس وكيل الملك، سولات وكيل الملك الرشيدية هاتي هنا يا سنت. الناس يرحل لي ديال انتي اسنط تمين طغات كنت كتدري لنا هاد المراوات بجوج راه ساكنين في ديور ديالنا. ايوا هادشي اللي كاين، عافاكم شدونا حق. غادي نصر ربي الملك. كلماتهم الاخيره متابعي قناه شوف تي في واللي كيقولوا الله ينصر سيدنا عاش الملك، الله الوطن الملك، دائما يبقى شعارنا الابدي والخالد بمملكتنا العلويه الشريفه. وساكنه قصر ايت بويزم بسبب اعتداء جارهم عليهم، تيقولوا جارنا سد علينا الطريق ومكرفس علينا، تمن ولادنا ما بقيناش كنديوهم للسبيطار، فقط كيديوهم بالبراوط وبالحمير. حاشا وجهكم وجه كل المتابعين، ودائما نجدد الترحام مع مبعوث قناه شوف تي في بجهه درعته في ليله توي ان شاء الله. متابعي قناه الشعب الى بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله. عيش الملك. عيش الملك. عيش الملك. عيش الملك. الله ينصر الملك والمسلمين ديالو. الملك. غادي ينصر الملك. عيش الملك. عيش الملك. يعاون ربي. غادي ينصر مولانا. عيش الملك. عيش الملك.